Hey, yo, what's up, everybody? Becky Chill Live from Kuwait. ست ايش لونكم شباب وش اخباركم وش مسوي؟ نرجع معاكم اليوم بما انكم وايد قاعد تسالوني شنو احسن كيبورد حق البي اس 5 الكونسولز او حق الاكس بوكس او حق اللابتوبس اللي مساحته تكون صغيره، تعرف المساحات عنده محدوده، او تبي حق مكتب صغير. انزين شنو احسن كيبورد؟ اليوم جايب لكم انا كيبورد يشغل لك كل شيء، انزين تقدر تشغله على الاكس بوكس، بلاي ستيشن، لابتوب، بي سي، ايا كان، انزين حتى حق الموبايل، تبي موبايل جيمنج يكون وايد حلو. هذا اسمه كيبورد 60% 60 ملم. شنو يعني 60 ملم؟ الحين راح ادش لكم بالتفصيل. من شركه كراكن، انزين في شركات كثيره بس انا بالنسبه لي هذا هو شركه كراكن، من احسن الشركات الميكانيكال اللي يسوي لكم الكيبورد، انزين وعنده فيتشرز وايد حلو من ناحيه الاضاءه ومن ناحيه ما تحتاج تنزل لك اب وشغلات وايد عشان انك تشغل الكيبورد نفسه، عرفت شلون؟ قبل ما ادش لكم بالفيديو شباب، في شغله مهمه لازم تعرفونها، انزين علشان انك انت تنظف الكيبورد في شغله تنباع، انزين اللي هو عندك اياه اسمه سايبر كلين، زين هذا هو سايبر كلين عشان تنظف الكيبورد اللي عندك اياه، يقتل 99.9% من الجيرمز وايا كان عندك اياه مثل ما انتم قاعد تشوفونه، ينباع بثلاث دانية تحصله. الحين راح اسوي له انبوكسنج ارويكم انا شلون تستخدمونه، زين الحين نسوي انبوكسنج حق الكيبورد واقول لكم في تقريبا حوالي 4 أو 5 موديلات من نفس النوع هذا، زين شنو يختلف من موديل لموديل راح اقول لكم الحين بالتفصيل، تابعونا بالفيديو هذا. اوكي سوي انبوكسنج. صرت اقول لكم هذا سعره 29 دينار شاري من الكويت. زين شوف هالكيبورد شنو يجي معاه، يجي معاه اللي هو الكيبل ماله، شنو بعد هذا حق المفاتيح تبي تبدلهم، بس ما في لاستيكرز ولا شيء. اوكي هذا الشغلات اللي تي وياه، وصلت اليو اس بي سي، زين على اليو اس بي، شوفوا وصلت اليو اس بي سي على اليو اس بي، توصل على الكيبورد نفسه، زين اذا تبي تحوله عربي ما يبي له شيء، توديه عند واحد بخمس دنانير يسوي لك اياه ليزر، يحول لك الكيبورد يحط لك عليها معربي بالليزر يسوي لك اياه، زين المهم في ستيكر، زين كان في ستيكر وياه اخيرا. تمام زين شوفوا شكله شلون، هذا شكله زين. هذا كيبورد اللي اسمه كيبورد 60% 60 ملم. الحين تقول شو الفرق بينه وبين باقي الكيبوردز؟ الحين اقول لكم هذا الفرق، زين هذا كيبورد اللي هو العادي، زين اراويكم شوي كذي عشان تعرفون شو الفرق بينه وبين الكيبورد. شوف لحظة هذا شي سيدا، اوكي كذي سيدا، فتحت مني شي زين انا اوكي. انزين ندخل في اللي هو اوكي شنو يعني لما يقول لك 60% 60% بس هذا انت تحتاجه، اللي هو هذا بس اللي هو اهم شيء. هذيله في ناس ما تحتاجهم لان في فيتشرز تسويهم كان مكتوبه عندك هنا، انزين تقدر تسوي او تستخدمها عن طريق اللابتوب، في شغلات هذيل في امور هذيل انت ما تحتاجهم، في ناس ما تحتاج هذيله، انزين فهذا اللي يسموه 60%. فانت تحتاج بس هذا، لان اذا عندك مثلا مكان ضيق او محدود، انزين راح تستخدم انت بس هذا، انزين وشوف هذا بخصوص يعني تشوف انت مثل ما قال هذه شركه لوجيتك، انزين ميكانيكال، انزين مثل ما انتم قاعد تشوفون في كل المفاتيح، في الاف اف 1 اف 9 سكيب، في هنا سكيب، في الاف 1 اف 9 وهذا كلهم موجودين هنا عندك مكتوبين، انزين شوف كاتب لك هنا الفانكشن اف 1 ايش يسوي، اف 2 شلون تعرف الكيز، كله هنا مكتوب عندك، انزين فما له داعي انك تحاتي. بس في ناس عندهم هذا يعني نوعا ما اكبر، شفت حتى لو تلاحظ بتشوف لو تلاحظ انت في 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 الحجم بالسايز وايد فرق بصراحه. انزين الحين من ناحيه المفاتيح، انا بخصوصا احب الميكانيكال وايد، احب احسن من التشيري الصراحه، لان الميكانيكال شوف هذا شوف نفس الشيء، شوف نفس الصوت،
كينيكا بصراحة أحسن شيء، أنا بالنسبة لي بصراحة شوف وايد زين. زين الحين من ناحية المفاتيح، شوفوا هذا هي أربع أنواع، هي نوع براون اللي أنا الحين شاريه، صوته شوية ناعم، شوفوا في نوع أزرق، في نوع سيلفر، في نوع أحمر، كل واحد يختلف. هذا لأن الريسبونس مال الزر نفسه لما تضغط عليه حاسية الريسبونس ماله وايد أسرع. زين وايد أسرع حق الجيمينج، حق تبي أيا كان، حق شغل تايبينج بس حق الجيمينج موستلي يعني وايد أسرع. زين شوف الصوت هذا وايد نعم، بس فرق يعني قاعد أتكلم أنت كم سعر هذا 29، هذا سعر كم 45، في وايد فرق. زين فخلنا نقول نشيل لنا الحين زر واحد. زين شلنا هذا. زين حرف الاي. زين شوف مثل ما انت قاعد تشوف، لحظة أرويكم، شوف هذا الزر، هذا البراون، هذا التكنولوجي مالي يختلف. هذا وايد نوعا ما حساس، تقريبا 50 جرام عشان تقدر انك توصل حق الليتنسي، ان يكون يعني تضغط على الزر يكون حساس. التكنولوجي يستخدم شوف الجي اللوجيتك يختلف التكنولوجي مالهم. زين فاذا تبي شيء قريب حقه انا اقول لك اخذ اللي هو كراكن، عندك البراون. زين اللي هو الادعم، في ادعم، في سيلفر، في احمر، وفي ازرق، كلهم يختلفون في ناحية الزر. في واحد صوته عالي بس الزر ماله ثقيل، هذا نوعا ما صوته انعم، هذا حق الجيمينج اكثر، هذا حق الجيمينج اكثر، عرفت شلون؟ فبس تركبه كذي. زين الحين خلينا نجرب نشغله، نحطه في اللابتوب نشوف الاضاءة مالته. بس قبل ما اشغله خل افتح لكم هذا اللي هو حق السايبر كلين. زين بما ان الكيبورد وصخ، هذه ينباع 3 دنانير. زين اللي بيعرف وين يقول لي ادز لي. اوكي شلون تفتح هذا؟ اوكي زين كات. اوكي زين شو اسوي الحين؟ شنو هذا؟ كأنه جيلي. كأنه جيلي. يخ. والله ريحته حلوة، ريحته مثل الليمون. زين تحطه كذي بس. شوف شكله. شوف شكل الكيبورد. يخ شوف لحظة سوي كذي تشيله تشوف شكل الكيبورد. والله نظيف ينظف. شوف حطه مني. زين شيء إذا خلاص أجرب أحطه بكل كيبورد. لحظة ما يصير. والله نظف زين بعد. شكله والله خوش شيء هذا، بس تخليه كذي تصكه تستخدمه حق مرة جاية. والله خوش شيء، عرفت شلون؟ زين الحين خلينا نجرب نوصله على اللابتوب ونشوف شلون اضاءته. اوه بس ناس خاطف الليت عشان تشوفون احسن.
زين شوف شكله شلون شغل عدل ها زين شوف شنو الفيتشرز اللي عنده functionality key description key light F1 خوش شي والله روح ديسكو او في سماعات تقدر تتكلم شوف بهالصوت مالك شوف عالصوت اي 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 بيزا ديو اي مستر لوفا لوفا خوش شي والله شوف زين فهذا بصراحة بالنسبة لي أنا هذا أحسن 60% يسمونه هذا اسمه كراكن برو 60 هذا اسمه كراكن برو 60 اللي مثل ما قلت لكم أنا بصراحة كيبورد وايد حجمه زين يعني مثل ما تقدر تشوفون لحظة خل أرويكم وايد زين بصراحة يو والله خوش شيء والله الكيبورد زين وحجمه شوفوا حجمه وايد حلو زين من تحت شيء شكله صاير شوفوا من تحت شيء شكله صاير هذا الجنب سعره وايد زين شكله وايد زين بصراحة وحجمه وايد صغير خلني شوف خلني باللابتوب احط شوف عند اللابتوب مقارنة بينه شوفوا هذا اللابتوب تخيل انت عندك لابتوب كذي الحين نفسي زين شوف هذا اللابتوب تخيل شوف اوف يعني اذا بتحط ماوس هني شوف نفترض يعني اذا بتحط ماوس شوف مثل ما تلقى قاعد تشوفون الريسبونس ماله وايد عالي بصراحة صراحة الريسبونس ماله وايد زين بصراحة أنا أشوفه يعني كيبورد وايد وايد زين يعني ما تتحسف انك انت تشتري لحظة ان شاء الله استفدت من الفيديو شباب ان شاء الله عجبكم الكيبورد هذا كيبورد اسمه 60% هو 60% انصحكم فيه من شركة كراكن اسمه كراكن برو 60 زين سعره 25 دينار او 29 دينار ماني ذاكر زين وايد بصراحة خفيف وحجمه وايد زين حق الشباب اللي بيروحوا مدرسة اللي مثلا يبي يروح مكتبة شغلة مثلا يبي يسوي برا مثلا ايا كان تبي تقعد على حد وعلى فكرة هذا ترى واتر ريزيستنس يعني زين حق ضد الماء بعد وسهل انك تنظفه زين وفي فيتشرز وايد حلو يعني وايد وايد حلو على السعر مقارنة بالسعر اللي هو فيه اللي عارضينه بصراحة وايد 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 زين انا انصحكم انكم تاخذون الكيبورد هذا زين تقدر تستخدمه حق البلاي ستيشن 5 تقدر تستخدمه حق البي اكس بوكس استخدامه متعدد بصراحه وايد حجمه زين وايد خفيف وبس وان شاء الله عجبكم الفيديو شباب اي اسئله عندكم يا شباب تقدر تسالون اياها تحطوا لي اياها تحت بالديسكربشن